وفيهم حتى تصوروا معي يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبا عجيبا. لا أريد أدخل في هذا الباب، لكن المغرب كله خير، وأنا أعرف فيها مجموعة من خيرة العلماء الصالحين الأبرار الأتقياء الأنقياء الذين لهم فضل مع علم وخلق ولطف وأدب يعني. وقد زرتهم في جامعاتهم، التقيت بهؤلاء الأساتذة الأخيار في جامعة محمد الخامس، في جامعة سيد محمد عبد الله، في جامعة مكناس، في جامعة يعني فيها خير كثير. وعلى إخوتي وعلى الطيبين في هذا البلد الخير البلد الطيب الذي حصن من حصون الإسلام وله تاريخه المشرق في خدمة هذا الدين، جامعة القرويين جامعة خرجت العلماء والفقهاء والمحدثين والأخيار. حتى قلت يا مغرب الأوفياء افقر فما بلد إلا تمناك أما واشتهاك أبا. يا مغرب الأوفياء افقر فما بلد إلا تمناك أما واشتهاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا لو كان طلق المحي ينطب الذهب. والليث لو لم يسر والشمس لو نطقت والدهر لو لم يخل والبحر لو عذوبا. يا سلام يا سلام. في وقفات، أولا عندهم المغرب بلد سني مالكي منسجم مسالم متعايش مع بعض. هذه مرة ألغى علاقاته بالمد الصفوي المجوسي الفارسي، يا سلام، ومنع أن يسب الصحابة فجزاهم الله خير، شكرا للمغرب. المغرب مع المملكة العربية السعودية والخليج ومع العرب كلمة واحدة. ويقول لكم باب اسمه باب المغاربة، وهذا الباب وضعه صلاح الدين ووضع فيه كتائب المغاربة ليحموا بيت المقدس، فلما سئل عن هذا قال المغاربة قوم لا نؤتى من قبلهم. الله الله، لا يمكن نؤتى من قبل المغاربة. وكثير من بطون آل البيت النبوي مستقرة في المملكة المغربية، فبلد الأطهار، بلد الأشراف، بلد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بلد المجاهدين حفاظ القرآن، ورش المصري العالم المصري استقر في المغرب، وأهل المغرب يقرؤون بقراءته وهو إيه؟ وهو مصري. والله لقد عشت مع المغاربة 7 سنوات فوجدتهم من أكرم شعوب الإسلام، ومن أكثر شعوب الإسلام حفاظا على الغيرة.